وانا احب كده اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفل انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدقي بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق عارض. انت حقك مردود تلت ومتلت وباي تمن. رمانه ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانه ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيه. اهل كرنا قالوا ادي الجمال وادي الجمال. انت جيت لي وقصد افندينا بس برضو غاوي، والغاوي ينقط. وقلت اني معاك هكسب فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم عشان نحب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينه، تبقي خطيتي عتبه قبرك وحفرتيه بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنيه صافيه ونظيفه ومش متعصى غدر، تبقى حطيت رجلك على سلالم الجنه وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعد بايديك يا رمانه. بقولك ايه يا براء، انت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نافوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بت اقعدي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شويه، الكلام اخده وعطى. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحده ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعه كده. ربنا يكفيك شر كسره القلب، والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خليني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمانة. يبقى نبدا. طب مش نسمي الاول؟ بسم الله الله اكبر. صباح الفل يا ست مطر، ايه الحلاوه دي كلها؟ تلمي يا بيت. والنبي قمر وقشطه، قوليلي استحميتي بالزيت ولا لا؟ بقولك ايه يا بت يا سوري؟ نعم. هو انت لما كنت بتتجسسي علينا لصالح الحكومه كنت بتاخدي كام؟ ايه لازمتك بس الكلام ده يا ست مطر؟ ما احنا خلاص بقى تبنا الى الله. انا بسال بس يعني. عادي يعني، هي الحكومه دي بتدفع حاجه؟ اسمعي يا سوريا، احنا ولايا زي بعض وغلابه، وتيكي شايفه عيشتنا في البيت ده محدش ضامن حاجه، وانت عارفه انا نجيتك من الموت قبل كده، يعني ليا في رقبتك جميله. والنبي شايلها العمر كله يا ست مطر. يعني يا بت لو طلبت منك حاجه تعمليها؟ طبعا، ودي عايزه كلام امور انت بس. ماشي، وانت معايا تكسبي كتير قوي. كام يعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم خميس. الدنيا الله يسلمكم يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كان يهرني وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين
وانا اللي كان كسرني اللي كان قاهرني يستهلوا بيا وكمان مستصغرني كمان مستصغرني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا شفت عفريت؟ اه انصرفي. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ تعال بص على نفسك في المرايه. مرايه ايه اللي عايزه تبصصيني فيها كل شويه دي؟ انت عامله ايه في المرايه دي يا بت؟ عايزك في كلمتين. مرايه شو؟ وانا كل ما افتح باب الاقيك حاضره. يا اخويا وطي صوتك شويه حتى هيسمعنا. بتوعي يا اخويا ما توطي حسك كده. اصل من ساعه ما رميت الكلمه اياها في عيني وانا مش عارفه اطلع مع نفسي. والنبي قرصني كده احسن اكون بحلم. ما تلم الدور يا بت. لم الدور وشوية الكلام ده. أنا قلت كده. أمال أمي؟ معرفش. دي بيسأل الحاجة. فسح سكة يا بنت. فسح يا بنت سكة أهو. يا حمام أنا مفسحها أهو. فسح بنت ورا بدل ما تطب علينا اللي ما بترحمش. لو النبي قال لي دي. فسح. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها يا رب. يتوب علينا ربنا. اللي كان كسرني بيستقلوا بيا وكمان مستصغريني. كمان مستصغريني. فرومة بدران يا استاذ بدران. خلي بالي ايه انت يا استاذ بدران. ما بتتكلمش كتير. ايوه ايوه خير خير. مالك مالك اهدي. تعال شوف النسيبه السوداء اللي وقعت فيها. ايه الحكومه كبست عليكي تاني؟ بص عليك السيره دي تيجي على الصبح كده على الريق تف من بقك. امال ايه اللي جايب قرار على هنا؟ بنت من البنات اللي عندي. بس دي غير البنات دي بتجيلي دليفري. ايه الموتوسيكل بتاعها اتسرق؟ بص عليك يا استاذ بالذمه ده وقته. لا بعتها للدكتور بتاعنا الدليفري اصلها حبل اللي قلتي يسقطها. اه لسه يا دوب هيبدا الحكومه كبست عليهم اخدتهم سره واحده. هو انت ما يجيش من وراك الا البلاوي؟ انا ليا غيرك يا بدران. اه بس انا دلوقتي ورايا مواعيد مهمه. مش اهم من البنت اللي مستنياك تمد لها ايدك وتنقذها بدران. الحقني. هات ارجع على المكتب ما تنساش تجيب البطاطايه بتاعت العشاء. يلا يلا بينا. عشان كده علي مهم جدا نعرف الست اللي بيروح لها الستات دول. انت مش مفروض عملت عنها تحريات؟ اسمها حنتومه. حقيقي؟ حنتومه وشغاله في السحر والدجل والشعوذه والكلام الفاضي اللي سعادتك عارفه ده. طب ما انا هايل. هايل جدا كمان. الست دي بقى لازم نلاقي لها سكه نخش لها منها. لان لو عرفنا الستات دول بيروحوا للست دي ليه هنعرف حاجات كتير قوي عنها. وممكن في الحاله دي كمان. ادخل. تمام يا باشا. خير. في واحد بره عايز يقابل سعادتك. ما قالش اسمه ايه يا ابني؟ الباشمهندس عبد العزيز الريان. عبد العزيز الريان؟ اه ده ابو الواد شادي بتاع حمله الفيلا. قول له ادخل. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اسمها ايه؟ حنتومه. تومه. انا اسف يا اسر بيه بس كان لازم اجي لك. اهلا وسهلا يا باشمهندس. اتفضل. انا اسف بس ابني في خطر ومحتاج مساعدتك. معايا استاذ عايز يخمر شويه. يلا. العمروتي طلب يقابلني النهارده. اكيد عايز يرغي بقى ويلوك في الفرشه اللي فرشتها في السوق. بس خلي بالك يا ابو جمعه احنا كده مكسبنا اقل من تعبنا. بص لقدام يا خال. بص لقدام. احنا لسه في الاول. برضه احنا شارعين للمكسب وبعدين العمروتي ده مش مضمون. خميس عنده حق. مكسب السوق أهم من الزيادة اللي خسرناها. والنوح مش هيسكت، هيعمل أي حاجة علشان يرجع تاني. البضاعة دي عشان نبلع بيها السوق لازم تاخد ختم المزاج. والسكة مفتوحة. الناس زهقانة وكفرانة وعايشين في غلب برضه. فالنفر لو هيشتري الحباية دي وهو متأكد إنها هتخرجه من العالم والغم ده وتحطه جو أحلى هياخدها بمزاج. صح ولا لا؟ هياخدها بمزاج. واللي يتاخد بمزاج عالي الجوده لا يمكن حد يسلاه. ولا يا حاجه؟